اهلا بكم اذا مجددا مشاهدينا الكرام في اللعبه الحلوه. ارحب بضيف ضيفكم الكريم، ضيفنا اليوم الكابتن خالد يمني المحلل الفني وايضا المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الشمس باسوان. كابتن خالد اهلا بك معنا. اهلا كابتن. يعني اولا مبروك للاداره الفنيه لنادي الشمس، الله يبارك فيك، تجربه مهمه في مسيره حضرتك التدريبيه، ونبدا بها يعني نقول يعني كيف تلقيت الخبر وهذه التجربه والخوض في تجربه جديده خاصه مع نادي يعتبر ايضا نادي حديث، يعني انشئ حديثا وتجربه كره القدم ايضا في حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هو نادي الشمس، انا النادي اللي ابتديت فيه بمسيرتي الكرويه، يعني كان مع الكابتن فتح باب الله يرحمه. نادي الشمس يعني هو بس المسمى حديث، انما النادي كان نادي الكهرباء. نعم. بس نادي الكهرباء لي طبعا صولات وجولات في الصعيد، معروف في جميع أندية الصعيد وجماهير الصعيد. نعم. من زمان يعني من كانت المجموعة اللي كانت تلعب معنا الجيل بتاعنا، يعني ممكن معظم جماهير الصعيد الناس اللي كانوا حافظين أساميهم واحد واحد، مباراة اللي كنا نعملها والتألق بتاع زمان يعني، لكن بالمسمى الجديد وطبعا مسمى جديد نادي الشمس. لانه هو نادي طبعا عريق جدا. شايف التجربه دي او اتفقت مع مجلس الاداره على ايه يعني؟ لا هو نادي الشمس يعني كنا احنا من حوالي يعني من ساعه الثوره قبل الثوره صعدنا بالفريق احنا مع قسم ثالث، كان ساعتها الكابتن احمد سعد ماسك مدير فني، انا كنت بلعب كنت بلعب معاه في الفريق يعني في الاخر. صعدنا طبعا قسم ثالث وقعدنا بعد كده السنه اللي حصلت فيها الثوره، فالدوري كان اتلغى. سنتين ورا بعض موسمين. فالموسم اللي بعده ابتدوا يلعبوا بقى والنتائج ما كانتش على قد المستوى يعني، فالفريق هبط القسم الرابع. القسم الرابع من ساعتها هو في القسم الرابع، فبنحاول ان شاء الله السنه دي يعني نبني فريق كويس وهننافس بيه ان شاء الله. يعني احنا برضو طموحنا ان احنا نصعد. خاصه انا بقول تجربه جديده، مع لان برضو التجربه محتاجه تمويل، وانت عارف حضرتك يعني كره القدم بقت صناعه يعني. اكيد طبعا، ما احنا بنحاول برضو السنه دي يعني بنجهز فرقه، لو ربنا كرمنا وصعدنا خير ان شاء الله، ما وفقناش يبقى ان شاء الله السنه الجايه هيبقى الفريق ايه هيتصرف عليه كويس وهيجهز فرقه كويسه للموسم القادم، بحيث ان الموسم الجاي يبقى ايه فريق صعود ان شاء الله. وانت المنافسات القسم هنبدا 17 11 ان شاء الله. خلاص يعني هو المفروض كان ابتدت الجمعه اللي فات. نعم. بس اتاجل. القائمه اتقفلت ولا لسه هو القير قفل في بعد القير في واحد واحد الجديد في واحد. ان شاء الله ربنا يكرمك بالتوفيق باذن الله. نبدا معاك ملفات من النهارده بالعديد من الملفات. نبدا يعني عايز تقول السطور في السوبر المصري، الدروس المستفاده بشكل عام فنيا واداريا وجماهيريا وحتى من ناحيه البث، يعني الصوره اجمالا كانت صوره مبهره بالنسبه لفريقين مصريين على ارض اماراتيه، حاجه يعني لا حاجه طبعا تناسب تهنئه للشعب الاماراتي اولا، بمناسبه طبعا العيد الخمسين لانشاء دوله الامارات العربيه الشقيقه. بنهنيهم طبعا، وبصراحه التنظيم كان يعني حاجه روعه في كل حاجه. نعم. اخراج مباراه في البث في حتى لو في التنظيم بتاع صحيح. المباراه نفسه. فيا ريت يعني يا ريت يعني مثلا احنا ما نفكرش ليه نعمل السوبر عندنا بنفس الامكانيات دي وعندنا الامكانيات اللي هنحتاج الجماهير برضه عندنا جماهير. احنا انا اهم حاجه السماح للجماهير. لا ما احنا يسمحوا بالجماهير. طب ما احنا في عندنا جماهير بتدخل وخلاص. انا اقصد يعني تخيل كل اللي بنقول عليه ده والمدرجات ما فيهاش جماهير هتلاقي نفسك يعني ما بس برضه يعني احنا بنقول المفروض نعمل المباراه ان شاء الله الجايه السوبر نفس الكلام، بس عندنا في القاهره وفي استاد القاهره وهتشيل 100,000. نعم. وبرضه هنعرف نسوق كويس للمباراه وهيبقى دخلها كويس وهيبقى العالم كله بيتفرج علينا وتبقى بدايه بقى لدخول الجماهير باعداد كبيره. نعم. في المباراه. صحيح. انما للمباراه طبعا فكانت يعني نموذج في كل حاجه حتى في الاخراج حتى. نعم. يعني انت لو تلاحظ المخرج في الحياديه بتاعته لما كان بيجيب لقطه لجماهير الزمالك لقطه لجماهير الاهلي. صحيح. لقطه لجماهير الزمالك لقطه لجماهير الاهلي بعكس ما بيحصل هنا، يعني انت ساعات تروح مدي مساحه اكبر لجمهور. يعني انا برضه مش عايز ادور على استثناءات. لا ما هي الحقيقه كابتن دي يعني اقصد برضه احنا عندنا ناس مميزين برضه في مميزين بس ما في يعني الحياديه بتبقى يعني بتبقى استثناءات يعني بتبقى برضه مش اقصد مش عايزين ناخد نمشي على دي يعني اقصد في ناس متمرسه فنيا في طبعا عندنا احنا عندنا الجهاز لكن هي برضه انا معاك في ان دي دروس مستفاده وكل حاجه بس هي بتبقى ايه الحياديه شويه من يوم المباراه فنيا يعني المباراه فنيا بصراحه يعني هو المباراه بدات بحذر
من الفريقين لمدة بتاع ربع ساعة، بعد كده ابتدى الأهلي يمسك زمام المباراة، اللي هو ابتدى يمسك زمام المباراة من خط النص بتاع الزمالك، كان رؤى والوردي بيلعب بثلاثة في خط النص، مع رؤى والوردي والوردي، الحالة الفنية بتاعتهم في المباراة دي بالذات كانت سيئة، يعني كان في عدم توفيق، وبالعكس كان النص بتاع الأهلي حالته كويسة، جميع سلية وحمدي فتحي في منتصف الميدان معهم برونو سافيو، فكان الثلاثة مستحوذين بسرعة على الخط الوسط، وهي دي نقطة القوة بتاعت الأهلي، ونقطة ضعف كانت للزمالك. زائد ان الإصابة بتاعت أحمد فتوح لما حصلت أربكت الفكر بتاع الجهاز الفني، يعني هو برضه زي ما اللاعب بيبقى موفق المدرب بيبقى ايه؟ في توفيق وفي عدم توفيق. صحيح. فعدم توفيق من غير انه ما نزلش مثلا عبد الله جمعه، لو بنص قوته احسن من عمر جابر في الناحيه الشمال. اظن ما كانش في عبد الشافي، ما كانش في عبد الله جمعه، لا عبد الشافي ما كانش في لا 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 عبد الشافي مصاب، مصاب فعبد الله جمعه لو نزل بنص قوته كان هيبقى احسن، خاصه ان عمر اصلا برضه عمر لعيب دوري وكل حاجه، بس عمر اصلا بعيد عن مستواه. بالظبط كده، يعني هو لو في مستواه ممكن كان يأديها. نعم. زائد ان كان في بس برضه على فتحي، انت بتتكلم عن السوليه وحمدي فتحي وسافيو، يعني شكلا الثلاثي الزمالك ثلاثي دفاعي اقوى المفترض، يعني نتكلم عن الروح الحاله الفنيه وزكريا الجوردي وامام عاشور، هم يعني مهامهم الدفاعيه اكتر، يعني هتلاقي مثلا في الاهلي السوليه وحمدي فتحي لكن المهام الدفاعيه عند الزمالك اكتر، ولكن الاهلي تفوق في ده. سوء الحاله الفنيه في اليوم المباراه دي ما كانش موفقين. نعم. فهو ده اللي عمل الاستحواذ والتفوق لنص بتاع الاهلي. طيب اصابه فتوح لماذا اربكت فيرا؟ يعني لان هو ما حطش التغيير الصح في المكان الصح. يعني المفروض كان ينزل عبد الله جمعه ويخلي عمر جابر مكانه. تمام. هيبقى الدنيا معدوله، لان عبد الله جمعه مهامه الدفاعيه سريع اسرع من عمر جابر، زائد انه اقوى في الالتحامات من عمر جابر، فكان هيكفل الناحيه الشمال بتاعت الزمالك. نعم. لان عمر جابر يعني مهامه الهجوميه اكثر من الدفاعيه. طيب ما هو برضه في زائد ان ده مش مكانه. هل يعني اقصد ان نقدر نقول طبعا ان كولر تفوق على فيريرا، ولا اخطاء فيريرا اللي هي منها مثلا صاحب الجزيره وما عندوش مهاجم في نفس الوقت لاعب زيزو اصابه سامسونج بدايه المباراه؟ لا اصابه، بتكلم عن الاداره، انا بتكلم عن الاداره الفنيه حتى بالمتاح. يعني هو انت سحبت الجزيري وما نزلتش مهاجم، ما نزلتش شيكابالا، وشيكابالا اديته في الناحيه اليمين، ما هو برضه ده يعني ارتباك منه. احنا بنقول ايه زي ما قلت لك في الاول، ان في عدم توفيق للمدرب زي ما في عدم توفيق للاعب. نعم. فاليوم ده فييرا ما كانش موفق ولا في اداره المباراه ولا في تشكيل. لان المفروض اصلا زيزو كان يبقى ناحيه اليمين، ولما نزل مصطفى شلبي لو تلاحظ اول ثلث ساعه الزمالك كان ممتلك زمام المباراه تماما. مصطفى شلبي لعب كويس، كان ممتلك زمام المباراه تماما، لان كان كل الخطوره من ناحيه مصطفى شلبي لما نزل. الزمالك اضاع ثلاث فرص، منهم فرصه في اول ثانيه في الشوط الثاني بتاعت عمر جابر، وزيزو التسديده بتاع زيزو اللي في العارضه الفاول، نفس الكلام. فلما راح غير ثاني نزل شيكابالا ودى شلبي يمين ونزل زيزو فيرود وجاب شيكابالا شمال، فحصل ارتباك في الخط الامامي وفي خط النص، فده اللي ادى الاستحواذ للنادي الاهلي انه سيطر على المباراه. وعموما يعني مباراه وراحت مش بس طبعا ده لا لا لا, لا يخفي ان الاهلي كان كويس، كان افضل، وكان حتى الضغط كان اهدى من الزمالك. الزمالك تحس انه هل الدوافع الاهلي هي اللي يعني الدوافع الاهلي ان هو يعني هيخرج من موسمين خال الوفاض كانت اكثر يعني بالظبط كده، زائد الثقه اللي كانت في الزمالك، الثقه الزايده عن اللزوم. نعم. للزمالك كل لعيبه الزمالك برضه دي سيطرت على ايه؟ نعم. الحاله الفنيه بتاعت الفريق. يعني اقصد ان برضه حتى لو في ظل اخطاء فيريرا، لكن هناك ايضا جهد وتوفيق من كولر، وهو خارج المباراه افضل، وضغط لعيب الاهلي كان افضل بالظبط، وبالاضافه طبعا عامل التوفيق في النهايه. ما طبعا اكيد ده هو اولا واخيرا، زائد ان لما المدرب بيكون موفق
بيشتغل كويس، اللعيبه بتحس بالمدرب برضو بره، فبديهم ثقه انهم بينفذوا. طيب انا عندي بس بعض اللقطات في المباراه، لقطات مهمه يعني، برضو حكايه الاستباب الجماهيري يعني، ان هي من الجمهورين الحقيقه يعني، احنا برضو القصه دي بنتكلم فيها كل مره، وانا حتى قلت في الاول لقطه محمد عبد المنعم لما ظهر امام عاشور في المستشفى ومجموعه اللعيبه بتقول اللعيبه يعني ما لهاش دعوه باللي بيحصل ده، اللعيبه بعيد خالص. بس ممكن في بعض اللعيبه بتنساق مع تنفعل يعني الجماهير. نعم، فهو ده اللي بيأثر على السلوك اللي في نهايه المباراه، زائد ان في بعض الجماهير بتبقى خلاص يعني بقت ايه، بعض الجماهير في الاهلي بقت عاده انهم لازم يسبوا شيكابالا. نعم، يعني دي بقت عاده يعني بسبب بقى بدون سبب لازم بيسبوه. طبعا ده مش كويس، ما تعرفش دي بقى حاجه. طبعا ايا كان شيكابالا او غيره من اللعيبه يعني، هنا وهنا ما ينفعش طبعا، ده كلام لا يجوز في النهايه. لكن اللقطات المهمه لقطه مؤمن زكريا كانت يعني مؤمن زكريا هو اللي طلب ان شيكابالا يروح يجيبه من اوضه اللبس وينزل بيه. صحيح، لان اقرب واحد ليه شيكابالا وعمرو السوليه. نعم، لمؤمن زكريا. فهو اللي طلب ان شيكابالا اللي هو اللي يجي ياخده ينزل بيه. وكمان اللقطه الثانيه مع الكابتن سيد الحفيظ يعني هو الكابتن شيكابالا قعد مع سيد وحضروا بعض بيتكلموا. مؤمن زكريا ان يطلب شيكابالا ينزله ارض الملعب برضه، دي ليها رساله ان يوصلها للجماهير. صحيح، ان شيكابالا راجل كويس وراجل محترم وراجل ملوش في اي سباب واي بتاع. صحيح، بس في بعض الجماهير بقى خلاص يعني بيجي عندهم طبع الموضوع ده. هو في ناس تقول لك يا كابتن اللعيب يعني سد ودنه، انت لعيب كوره هتسد ودنك مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه، انما مش هتسد ودنك طول العمر ده يعني هو جمهور مصري، جمهور الكوره بشكل عام جمهور عاطفي يعني. ايه اللعيب النهارده يجيب جون يرفعه السما بالظبط، بكره يضيع اقول لك ده ما ينفعش. الجمهور والاعلام والمحللين. طيب انا عايز اتوقف معاك عند زكريا الوردي. زكريا الوردي انا من وجهه نظري لعيب كويس ولعيب كورته كويسه وكل حاجه، بس انا متابعه من ساعه ما جه. زكريا الوردي كل ما ينزل ياخد انذار. هو ممكن بص اللعب بتاع زكريا الوردي في دفاع شوية. رغم اني ان طارق حامد اكثر عنفا من زكريا الوردي، بس خلي بالك، بس طارق حامد يعني مع الخبره بتاعته بيعرف ازاي يتفادى الالتحامات بتاعته، انما زكريا الوردي لسه دوري جديد عليه ولسه ما تاقلمش. هو لعيب كويس ومع المباريات والتاقلم في الدوري المصري ومع فريق الزمالك هيظهر، هيبقى لعيب كويس. بس هو الاندفاع وانه عايز يثبت وجوده بسرعه. هو برضه مدرب يا كابتن، انا برضه مدرب. مهما المدرب عمل يا كابتن بتبقى برضه سيمه في اللاعب نفسه ما بيقدرش يسيطر عليها. برضه انا عايز اتوقف معاك عند محمود متولي. محمود متولي الحقيقه من الناس انا مش متفاجئ من اداء محمود متولي الحقيقه. محمود متولي لعيب دوري اصلا من ايام هو وهو لعبت كورته عاليه، يمكن من اعلى كور المدافعين حاليا. محمود متولي بيلعب في كذا، هو بس الحظ في الاصابه اللي في ماتش الاهلي والزمالك السابقه. اصابات كذا اصابه. هو من ايام الاسماعيلي، انما هو لعيب بيفكرنا بلعيب يوسف وعماد النحاس والناس دي يعني. وبعدين لعيب راجل كورته حلوه خالص، وبعدين هادي عندي ثقة. نعم، ما بيستعجلش، ما بيرتبكش لما يستلم الكورة أو لما بيكون يعني. أنا أعتقد إن محمود متولي هيبقى نمرة واحد ومع حد تاني يعني. أعتقد يعني ممكن الفترة الجاية تلاقي محمود متولي أساسي ومع حد تاني ممكن تلاقيه أساسي. صحيح، لا وهو يستحق. محمود متولي طبعا لعيب يعني من أيام الإسماعيلي، لعيب كورته عالية بصراحة. وبرضه طاهر محمد طاهر أداء هايل. طاهر ابتدى يتطور. ابتدى يتطور أداء مميز طبعا بالنسبة لي. زي ما قلنا الاهلي كان الافضل بشكل عام، اي نعم الزمالك في الشوط الثاني ضيع اكثر من فرصه، لكن هي دي كره القدم في النهايه يعني، لازم يبقى حد يكسب وحد يبقى اكثر توفيقا. ده بالنسبه رغم سوء حاله الزمالك زيزو لوحده مضيع ثلاث اهداف. صحيح، يعني رغم حال السوء. صحيح، ثلاث اهداف محققين. صحيح. طيب الدوري الممتاز يا كابتن، ووصلنا للجوله الرابعه، نبدا باسوان ولا نبدا بمين؟ لا خلينا في اسوان. نبدا باسوان. يعني بيان مجلس الاداره دايما احنا بنتكلم عن اقاله ام استقاله، تفرق كتير؟ طبعا تفرق. لان الاقاله بيبقى ان هو ما عندوش ثقه في المدرب كمجلس يكمل. كمجلس اداره ان خلاص كده ما عندوش ثقه انه يكمل، او لو قعد برضه نفس النتائج هتسوء. فبيقيل الجهاز الفني او المدير الفني للفريق عشان تصحيح المسار، بيدور على مدرب تاني يحاول يقود المرحله القادمه، لان المرحله ابتدت يعني كل مباراه بتزداد صعوبه. لان المباراه الجايه مع اسوان فيوتشر، بعدها سيراميكا، المباراتين دول صعبين على اي مدرب هيمسك.
فلازم الدوري صعب يا كابتن، الدوري على الورق صعب، بس بس احنا في فرق يعني مصنفة ان هي فرق عاملة سكواد كويس، عاملة استعداد كويس، فيوتشر لاعب في افريقيا ولاعب في الدوري، يعني فريق جاهز. بس انت برضو عشان تبقى في تقعد في الممتاز لازم تبذل مجهود برضو. بالظبط. طب ما لازم لازم تبذل مجهود ولازم يكون عندك، يعني انت لو تفتكر المحله الموسم مش اللي فات، الموسم اللي قبل اللي فات كسب الاهلي وكسب الزمالك. بالظبط كده. يعني ما انت عشان تقعد في الممتاز لازم تعمل ده. كان المحله اصلا في ارضه يعني بيضيع نقط بسيطه، ما ده اللي احنا بنقوله اصلا، لازم تكسب في ارضك على الاقل، على الاقل مع الفرق القويه المصنفه ما تتغلبش منها، الفرق اللي في مستواك اقل منك لازم تكسبها. طيب مش الكابتن ربيع كابتن هيثم يمشي ليه؟ والله دي رؤيه بقى مجلس اداره، يعني ما انا ما اعرفش هل هو مجلس اداره قدم شكر كابتن هيثم ولا الكابتن هيثم قال يا جماعه انا خلاص طالما الكابتن ربيع مشي انا همشي برضه، انا ما اعرفش. ما هي دي رؤيه مجلس اداره، احنا ما نعرفش الداخليات بتاعتهم ايه بصراحه، يعني مع ان الناس بتتكلم يا كابتن. بس هو من الاول يا كابتن، مع الناس كابتن بيتكلم ليه؟ لان اللعيبه دي معظمها جابها كابتن هيثم. انا هقول لك كابتن، من اول الموسم لما تعاقدوا مع ربيع وكابتن ربيع ياسين، يعني بص 80% من الجماهير بتاعه اسوان كانت بتقول دول مش هيكملوا ثلاث او اربع مباريات. ليه؟ طيب ليه؟ ليه الخوف كان؟ الخوف يا كابتن لان هيثم عرابي مع يعني بص معروف ان كان معانا في اي نادي، بس احنا كان معانا الكابتن هيثم هنا لما شرح ليه تجربه يا كابتن، لما شرح كابتن السنه اللي فاتت يا كابتن، السنه اللي فاتت برضه كان مع فرقه مش عارف القسم في بحري، في بحري برضه ما كملش. يعني ابتدى في بدايه الموسم نفس الكلام وما كملش برضه، نتائج ساعات وبرضه مشي. فالناس عندها خلفيه ان الراجل ده معروف ايه بداياته في المكان بس ما بيكملش. بس برضه انا مش عايز احمل برضه الفاتوره كلها الكابتن هيثم، بمعنى انا راجل النهارده مدير نشاط رياضي زي هاني سعيد، يعني دلوقتي المدير الفني يمشي ما يمشي هاني سعيد وبيراميدز. طب ماشي يا كابتن، انا هقول لك حاجه، ان انا راجل مدير نشاط رياضي، الصفقات اللي انا جبتها واللعيبه اللي انا جبتها هل ظهر بمستوى المرجو اللي يخلي الجماهير بتاعه اصلا؟ وانت كابتن ربيع ياسين ماشي، هو انا هفرض عليك لعيبه؟ مش هتفرض عليا لعيبه. انا هقول لك يا عم انا عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه، وانت كابتن ربيع بتدور عندك ناس كشافين، عندك ناس بتشوف لعيبه على ارض الملعب، هتقول ده يفهم علينا برضه يا كابتن. انا هقول لك حاجه، الحاله الماديه والامكانيات بتفرض عليك انك تاخد اللعيب على قد امكانياتك. تمام، ما هو برضه على قد امكانياتك. انت في اسوان قبل كده على قد امكانياتك جبت لعيبه كويس. لا بس الامكانيات كانت احسن من كده. لا برضه يعني يا كابتن دلوقتي انا هقول لك على حاجه، علي فتحي واحمد شيد القناوي وعامر حلواني ما كلهم باكات شمال كلهم عندهم خبرات. يعني اقصد ان عقد علي فتحي ممكن يبقى اعلى من عقد الاثنين التانيين. بالظبط كده. طيب انا بتكلم علي فتحي يا كابتن برضه يعني مع تقديرنا طبعا لقدر المستعان، انا كده عدى لعيب كويس طبعا. احنا ما بنقللش من قدر حد. بالظبط، احنا مش بنقلل من قدر حد، بس احنا بنتكلم بدلائل وقائع. علي فتحي لا يصلح لنادي اسوان. ليه طيب؟ ليه؟ ده لعيب كان فتره كان فتره من فترات الكابتن كان منتخب وراح الزمالك. انا ما خدش المباراه كان حضرتك قلت كان لما جه نادي الزمالك من بعد نادي الزمالك مصيب، هو كان مصاب مصيب وما لعبش، راح لعب المستوى الاول اللي كان في المقاولين. صح، الموسم اللي فات كان بيلعب فين؟ الانتاج تقريبا ايا كان، احنا او ايا كان مش عارف ما لعبش يا كابتن عدد مباريات اللي خليه تسمح يرجع لفورمته ويشيل فرقه بحجم نادي اسوان في الدوري الممتاز. طيب الناس متحفظه برضه بتقول لك، طب انت انت ظهرت في ثلاث مباريات باسماء لعيبه، يعني تقريبا ما فيش حد من التيم من تيم بيبو، يعني من فرقه بيبو في حد لعب؟ لا 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 ما فيش، ممكن عناني بس عناني حتى مصطفى عبد الرسول بتاعي ما كانش مع بيبو. لا لا مصطفى جاي من كيما اعتقد. فهو الناس بتقول لك طب انت مشيت اللعيبه كلها ليه؟ طب انا هقول لك حاجه يا كابتن، اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت اللي كانت بتلعب دوري ممتاز مع اسوان ممتاز به ممتاز به، معظمها اللي كان بيلعب ممتاز مع كابتن عماد كابتن محمد رزق. بالظبط كده، يعني في سبع او نص الفريق لعب دوري ممتاز لعبت ممتاز، فالفرقه دي في تجانس مع بعض يا كابتن، في تجانس، فهي دي غلطه ان انت تمشي فرقه متجانسه وتجيب فرقه جديده لسه هتبنيها وتشتغل تاني، هتاخد وقت لحد ما ايه يحصل. طيب لكن الفكره برضو انا عايز اقول ان برضو ما زال فريق اسوان يمتلك مجموعه مميزه من اللاعبين،
يعني المجموعه اللي حاجين وقت كابتن. اه بس لعيبه كويسه عندهم خبرات يعني، انا مش هسمي حد، لكن انت بتتكلم عن محمد عبد الرزاق، عن ايمونا، عن الحاج، عن اسلام صلاح، عن الحارس عمرو فونا. كابتن بص تيفونا من ساعه ما مشي من الاهلي ما لعبش يمكن 15 مباراه على بعض. ماشي بس هو يلعب في اسوان يعني اقصد. طب يلعب في اسوان ليه؟ هو بيلعب في الدوري الممتاز ما بيلعبش في اسوان. ايوه ما انت مثلا جبت على سبيل المثال، انت جبت احمد عبد الظاهر برضه كان هداف الفرقه. احمد عبد الظاهر بس كان بيلعب. تيفونا كان راجع من اصابه وكان بيلعب في موزمبيق في فرقه يعني يعتبر هنا بس ممكن يجي بالنسبه لمصر. خلينا مع القادم بالنسبه للقادم لاسوان يعني، هو مباراه فيوتشر اظن هيبقى زيزو ولا ما اعرفش انا. ما هو لحد دلوقتي كابتن زيزو اللي موجود. لسه في يعني بيتكلموا مع اربع مدربين، هيثم شعبان، محمد يوسف، عبد الحميد بسيوني. يطلبون حد يا جماعه حتى من النادي او من الثلاثه دول لسه في تفاوض معاهم، يا ريت نعرف بس. او الكابتن احمد نحاس يعني في اربع او خمس اسماء مطروحه لسه في بيتفاوضوا مع واحد فيهم، نشوف الانسب يجي ان شاء الله ويكمل مسيره. ربنا يكرم النادي يعني. نعم. طيب ده بالنسبه لاسوان، والكابتن خالد بيتكلم عن يعني اسوان محتاج فتره الى تناغم، ثلاث مباريات دون اي هدف، خساره بنفس النتيجه 1-0، اخطاء تبدو متكرره يعني. بس هو المستوى في تصاعد يعني، المستوى في مباراه الاهلي كان كويس، المستوى في مباراه المحل التهديف توفيق والتوفيق في المباراه، زائد ان في حاجات في يعني دفاعيه كده المفروض ايه تتظبط مع الثقه الهجوميه، ان انت لازم تروح عندك ثقه انك تهدف. فيك هدف في اخر او في آخر وقت المباراه، مفيش مش هتعمل مباراه المحله في نفس الامر في مباراه الاتحاد بالظبط كده في مباراه الاهلي ده، وعندي بركنها على جنب. طبعا. لكن يعني رغم الفرقه كانت شكلها كويس ماتش الاهلي، يا كابتن عدم تركيز في اخر المباراه، انك انت خلاص بتطمن ان انا عايز اطلع بالنقطه، فبتتفاجئ ان جه خلفيك هدف. دي خبرات بقى ايه؟ نعم. الفرقه بتاعت الممتاز. نعم. اللي هي زي الاتحاد المحله عندها خبرات في الدوري الممتاز. نعم. بتشتغل لاخر سنه. نروح لظواهر الدوري الممتاز حتى الان، الاتحاد يعني ابرز الظواهر حتى الان بالنسبه لي. هو طبعا ما نقدرش نحكم ان في اضافه للمنافسه، احنا بس في الوقت اللي احنا فيه بالظبط. بالظبط. اللي هو الاتحاد طبعا ماشي ثلاث مباريات متصدر الدوري 9 نقط، بس لسه يعني ما لعبش فرق. بس هو الاتحاد بيتلافى اخطاء الماضي برضه. بالظبط كده، اخطاء البدايات او بيجمع نقاط في بدايه الدوري عشان ما يتعبش يعني، يمكن دي احسن انطلاقه للاتحاد. لكن الفرقه عجباني فرقه الاتحاد برضه يعني، فرقه منظمه، المدير الفني السربي مميز. لا بالظبط، فرقه كانت وبعدين الفوز بيدي ثقه واطمئنان للفرقه مع الثقه بتاعت الجماهير. فهدفهم متاخرين بهدف ربط ثلاثة يعني، كسب ثلاثة. هو عندي الخط الامامي كويس جدا يعني. نعم. ابو لولو مع ابراهيم حسن، حتى في الناس بيقول لك ازاي سبت اسطو نموتو، مع عادل ميسي، اسطو نموتو. بصراحة الخط الامامي مميز وقوي رهيب. طبعا. نعم. طيب ايه الظاهر الثاني غير الاتحاد؟ يعني السنة اللي فاتت مثلا شفنا فيوتشر وفاركو، الفرقة كانت صعبة لسه من هي برضه. خلي بالك فيوتشر السنة دي برضه يعتبر ظاهرة مع ايقاف القيد. نعم. مع المجموعة اللي مشيت منها برضه يعتبر ساند نفسه. نعم. في الدوري ما تلقاش ولا هزيمة لسه. هل الثلاثة اللي صعدوا ما قدموش ولا اعتمادهم حتى الآن؟ لا لسه. الحرس أو الداخلية أو أسوان؟ لا لسه، لا لسه. بس يمكن الداخلية فرقة بتندفع هجوميا. يعني عندها الاندفاع. انا شفت مباراه الاتحاد، هم لعبوا ووصلوا هم تعادلوا تقريبا ماتش، لا هم اتغلبوا كان مع من الاتحاد، تعادلوا ماتش تقريبا مع الجيش، الماتش مع طلائع الجيش اول مباراه. ففرقه عندها يعني اندفاع هجومي. نعم. بس بيستعجلوا عايزين يجيبوا اهداف ويفوزوا، فهو ده بياثر عليهم في النواحي الدفاعيه. هو الحارس برضه شكله كويس، الداخليه تيجي مع كابتن رضا يعني، يعني مع الوقت مع الوقت هتيجي. كابتن رضا شهاده عنده كتير يعني. طيب يعني دي ابرز ملامح الاسماعيلي. هل هنكرر تجربه السنه اللي فاتت ولا الاسماعيلي برضه يعني ممكن احنا تفائلنا خير بالصفقات اللي عاملها، بس ما اعرفش بقى اتغلب برضه ماتشين ورا بعض يعني. مباراه الاهلي كان شكله كويس، اتغلب احسن. مباراه المحله في المحله بصراحه برضه كان 2-0 ورجع بهدف. فمش عارف ممكن المباراه الثالثه والرابعه يبتدي بقى الاسماعيلي زي السنه اللي فاتت يعدي ولا زي الجماهير. هو الفكره برضه يا كابتن الاسماعيلي مش ما نتكلمش عن فنيا برضه، لان واضح برضه البدايات بادئه مشاكل يعني. انت بتقيل الكابتن حسني عبد الله بنوع المباراه يعني، معنى كده داخليه يعني معنى كده ان اصلا
في مشاكل يعني، كان الكابتن حسني هيقال، هيقال يعني مشاكل داخليه في حقوق رعايه اللبس يعني حاجات داخليه ما بينهم، ما اعرفش بقى. نعم نتمنى ان كان يسيبوا الحاجات دي على جنب ويسيبوا الجانب الفني ما يدخلوش ده في ده. نعم طيب عموما نتمنى التوفيق لاسوان بالتاكيد في الفترة القادمة. يعني النهاردة حاولنا نجمع أكبر، يعني عندنا سطر بس 30 سنة، لأن خلاص احنا هنضم دلوقتي عشان القمة العربية. في إيه ممكن ناخد في السطر ده 30 سنة؟ ناخد مباراة أوروبا النهاردة. طيب بسرعة. في اللي هي بورتو مع أتلتيكو مدريد، ليفركوزن مع كلوب بروج، بايرن ميونخ مع إنتر ميلان، ليفربول مع نابولي مباراة قوية جدا، فيكتوريا بازن مع برشلونة، مع فرانكفورت، مارسيليا مع توتنهام، ورينجرز مع اياكس. نعم دي ابرز ابرز المباريات. ممتاز بها عندك حاجه في الممتاز؟ الممتاز دي لسه الجوله اللي هي ما بلاش ملامح لسه، هيواجهونا مع نصر التعدين، بتروح اسيوط مع المقصه، من الاول مع المدينه، شباب طميه مع المنيا، شبان قنا مع اسمنت اسيوط، وكيما مع ديروط، ولافينا مع الالمنيوم. نعم هو المتصدر بقى طبعا البترول مع الجونه، في مع كيما الثلاثة سبع نقاط. كيما هل يقدر السنة دي ينافس؟ ممكن ينافسه لأن المستويات متقاربة، حتى لافينا اللي كان بنقول لها إن هي هتبقى يعني حصان أسود وممكن تنافس، مباراتها مع المقصة مش قد كده يعني، واضح إن هي مع المباراة الفرق القوية ما بتعرفش تشتغل كويس يعني. عموما ده هذا ما استمع به الوقت اذا مشاهدينا الكرام في اللعبه الحلوه في نهايه حلقتنا اليوم. اشكر ضيفي وضيفكم الكريم كابتن خالد يمني نجمنا طبعا المحلل الفني لبرنامجنا، وطبعا المدير الفني للفريق الاول لكره القدم نادي الشمس الرياضي باسوان. كابتن خالد اشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن، شكرين. وطبعا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، هذه اتحاد فريق العمل، مديره التصوير منى عصمت، الاعداد مصطفى عارف سيام، مخرجنا الدكتور حماده اسماعيل، اتحاد فريق الهندسه الاذاعيه زميل احمد يحيى، زميل ياسر ابو زيد، زميل اشرف عبد العزيز، زميل عادل محمود، زميل عبد الله عبد الزاهر، زميل عمرو السويفي، زميل خالد فرح، وزميل عاطف ابو رنيش، والاشراف العام دائما الاستاذ خالد الشريف، وهذه ارق تحياتي والى اللقاء.